الثامنة فيه شاهد لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، البدعة سبب الكفر، وقال بعضهم البدعة بريد الكفر، البريد الذي يوصل، وقال بعضهم البدعة شقيقة الشرك. لاحظوا كما أن الركن الأول كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقابل شهادة أن لا إله إلا الله نقيض لا إله إلا الله الشرك، ويقابل ونقيض شهادة محمد رسول الله البدعة. كما اقترن الشهادة أن محمد رسول الله بالتوحيد اقترنت البدعة بالشرك، فقالوا البدعة بريد الكفر، البدعة بريد النفاق، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة شقيقة الشرك. فالبدع أمره خطير جدا، ولذا قل ما نجد من يكفر ما يبتدع، كما قل ما نجد من يغلو في البدع ما يشرك، اقتران هذا بهذا. بل ممكن أن يقال حتى الابتداع في الدين هو نوع من الشرك، لقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتذر التوبة عن كل صاحب بدعة، المبتدع يشرع مع الله عبادات لم يأذن الله بها، وإن كانت العبادات شكلها قربة شكلها طاعة لكن لم يأذن الله بها. وكثير من الناس لا يدرك خطورة البدع، يعني لو قيل له فلان يعمل معصية فلانية يستعظم الأمر ويحق له أن يستعظم، ما في شيء من محارم الله ليس له عند الله شأن، ولكن لما يسمع البدع يعني وإذا كان مبتدع إيش المشكلة؟ ربما يقال ما أظرفه وما أكرمه وما هو مبتدع، ما يشعرون بأن هذا البدعة بمرارتها بخطورتها، فذاك يستصيغون أهل البدع، ربما يتعاون مع أهل البدع على أهل المعاصي، والواجب لا نتعاون لا مع أهل البدع ولا مع أهل المعاصي، لكن السني صاحب المعصية أقرب إلينا من البدعي أو المبتدع ولو كان أمينا أو صادقا أو إلى آخره. فالبدعة خطيرة جدا. نعم.